ونسمع منك يا بوليد. أول شيء خلنا نتكلم عن التربية. التربية أخوان ليست فقط في بطون الكتب، ولا يتعلم الإنسان على مقاعد الدرس. التربية سلوك وممارسة. أحيانا قد تربي أنت بسلوكك وممارستك أبنائك دون أن تتكلم، فلا يمكن أن تجي أنت قدوة وتتكلم مع أبنائك عن الصدق وعن الأمانة وعن حفظ المواعيد وعن المحافظة على الصلاة وعن البر ثم هو يرى ممارسات مختلفة نوعا ما عن الكلام، فيبقى الأمر تنظير. فإذا أردت أن تكون، وهذا كلام نقول لأنفسنا صراحة، يعني عشان لا يدعي الإنسان أنه عندنا ملاحظات كثيرة، يقول الإنسان لنفسه بالدرجة الأولى قبل أن يقوله للآخرين. فإذا أردت أن توصل رسالة لأبنائك أو بناتك فاجعلها سلوك عندك أنت، أنت الإنسان تطبقها قدر المستطاع. مش بض... الإنسان لابد أن يخطي في جانب معين. أبغى أوصل رسالة لأبنائي، يجب أن يرى أن هذه الرسالة أنا أقوم بها قبل أن أقولها له. أو وكذلك الأم لبناتها أيضا تريد أن توصل رسالة لبناتها، يجب أن يكون ممارسة وسلوك. هذه من ناحية. من ناحية أخرى يجب أن الإنسان يعني لا يستعجل الثمرة، لأن ترى بعض الناس يقول قد قلت وقد قلت ما يفيد، أظن أنه قد الله خلاص غسلت ونظفت، وهذا مو صحيح. الإنسان لابد أن يحاول مرة ومرتين وثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم علشان يهدي الله عز وجل به أمة تدخل الإسلام وتخرج من الظلمات إلى النور كم بقي؟ 23 سنة عليه الصلاة والسلام، وتحمل في ذلك المشاق حتى أخرج هؤلاء هذه الأمة من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للقصة، فأي قصة أخرى غير أن تأخذ من أحدهم وسلم فاضرب بها عرض الحائط. يعني ما فعل النقير يا أبا عمر ما فعل النقير، يا يكفيك هذه بس. ولما كان يأكل النبي وسلم عنده غلام وكانت تطيش يده في الصحفة، فقال يا غلام شوف الآن سلوك وتربية. أولا شوف ما فعل يا أبا عمير ما فعل النقير. خلنا نخرج فوائد بس من هذه الاسم. لا أول شيء كناه أي كنية، يعني هذا ترى من وسائل التربية أن تكني ابنك أو أن تنادي بأحسن أسماءه. يعني بعض الناس يقول هي هذا الشيء هذه، ولا يا ولد هو له اسم أساسا، كونك تناديه باسمه هذا نوع من التربية أساسا. سنت. تعطيه أنت ثقة في نفسه. يعني فهو أفضل أنك تكني، تختار له كنية، فقال يا أبا عمير ما فعل النقير. النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة، ومع ذلك هذه الجزئية الصغيرة ما أهملها صلى الله عليه وسلم وراعى مشاعره، راعى مشاعر الطفل. نعم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وكناه، ولما جلس يأكل معه الغلام فقال يا غلام، حتى انتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال سم الله، شوف التربية، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف الآن الرسائل، ثلاث رسائل وانتهى الموضوع. نقطة أخرى يا إخواني ونترك المجال ايضا، لا تطيل. ترى احنا الان في زمن السرعه زي ما يقولوا، يعني كلمه ورد غطاها، اعطي واحد اثنين ثلاثه انتهى. يعني لا تعطي محاضره طويله عريضه تقول تشرح له، ترى اخر الكلام ينسي اوله. يعني اعطيه كلام انت تبغى توصلها رساله في الاولى، لكنك استطردت خلاص هو نسي الكلام الاول، خرج من المولد بلا حمص زي ما يقولوا. الرسائل التربيه هي عباره عن رسائل شفتات زي التغريدات تقدمها. تعليق بس ابو الوليد ذكر، ابو الوليد تعليق بس سريع على قضية يا غلام سم الله كل بيمينك وكل مما يليك. لاحظ في شغلة، حنا الآن نتكلم دائم في المشكلة حياتنا. تخيل ولدك الآن قاعد يلعب بالنعمة، أنت تخيل أنت حاصل لك، أنت إيش تقول؟ أنت ما تحترم النعمة، هذه نعمة الله، ما تستحي نفسك، ما تعرف تأكل. لاحظ أنا أتكلم قاعد أنتقد، ما تكلم الرسول على طول أعطاه الحل. شفت تفضل بروان.